لا تشرب واجد، لا تشرب واجد. اعمل حاجه بسيطه يا عم. الحمد لله السلام. كل الحمد لله، كل الحمد لله، الحمد لله على كل حال. كل الحمد لله انت ولك الفضل يا ربي، لك الحمد. امين يا ربي، لك الحمد. امين الحمد لله. امين يا رب العالمين. عملك ان شاء الله مع الله طيب. طيب طيب مع الله. يوصلك الرجال وانت طيب وخير. لا تشرب واجد، ما عليه. الماء بشربه، ابشر بالماء، ابشر بالماء، لكن شوي شوي يا زين صحتك. اذكر الله وريح. ارتاح. هذا المقطع اللي انتشر والناس تفاعلت كثير مع تعامل المنقذ للمقيم السوداني. اهلا وسهلا فيك استاذ عايض. مرحبا حياك الله. الناس كلها تفاعلت مع الكلمات، اللمسه الانسانيه الحانيه وقت الانقاذ، يعني كان الاسلوب لامس الناس كثير بغض النظر عن الوقفه الانسانيه اللي انقذتوه فيها. الحمد لله، هذا هو الواجب علينا اللي مليح علينا ديننا واللي ما تربانا عليه سبحان الله العظيم. انقاذ النفس ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. صحيح. طيب احكي لنا عن المقطع هذا، احنا نبغى تفاصيل، احنا شفناه ما نعرف وش التفاصيل، كيف تم الانقاذ، متى جاكم الاتصال، متى رحتوا له، كم استغرقتم، قصه هالمقيم السوداني. يعني المقيم السوداني هذا كانوا اثنين يوم الجمعه. اي راحوا جهه الخاصره. جهه الخاصره في جبل اسمه العلم. اتجهوا الاثنين لزميل لهم راعي عند عزبته، وراحوا يتسمرون عنده، وكان الجبل حايل بينهم وبينه، خذوا مسافه على اساس يرجعون. بعد ما تسمروا قالوا ليش ما نختصر، نطلع الجبل ونختصر قريب وننزل على عزبتنا. اطلعوا في الجبل وضيعوا، ما عاد دروا وينهم رايحين. يمشون ليلهم كله لين طلعت عليهم الشمس. يوم طلعت عليهم الشمس جت الساعة تقريبا على كلام السوداني اللي بلغ عن خويه، قال حول الساعة 8، قال الرجال ذا أنا ما عاد أقدر أمشي، أنا تعبت خلاص. يوم 8 الصباح. 8 الصباح قال خلاص اجلس تحت الشجرة ذي، وأنا إذا كنت حي رجعت لك، ما كنت حي فأنا وياك. الله يغفرنا ويغفر الجميع. طبعا نزل السوداني الساعة تقريبا 12، وصل عزبة كفيلة أخذاه ووجه اثنين من ربعه أو من الناس اللي عنده يبحثون في نفس الموقع، لأن الراعي اللي وصل كان تعبان وداه المستشفى. من المستشفى وداه لقسم الشرطة يأخذون منه يعني معلومات عن خويه وكيف انفقد وكيف، وبدورهم الشرطة توجهوا مع الدفاع المدني لموقع الحادث. بحثوا، طبعا كان الوقت كله مر بسرعة، جاء المغرب وهم توهم في جاتنا مكالمة بعد العشاء إن فيه شخص يستنجد وكذا وهذه وضعه وهذا، وشاركنا مع فرق تطوعية ثانية جزاهم الله خير اللي هو فريق غوث وفريق إنجاد، وتحركنا. جانا خطاب، ما نتحرك إلا بخطاب رسمي من الجهات الأمنية. اتجهنا بعد يمكن الساعة 11 من الليل من وادي الدواسر إلى الخاصرة تقريبا 400 كيلو. أوه. يعني تقريبا 4 ساعات مشوار. لا أكثر من 4 ساعات لأنها طريق صحراوي كله. أي كمان. أي نعم. اتجهنا حصلنا، جينا بعد الفجر حصلنا الأجهزة الأمنية، الشرطة والدفاع المدني والفرق التطوعية، واتجهنا الموقع الحادث آخر ما شاهده خويه فيه. جينا لعزبة الرجال توجه معنا لنفس المنطقة، وحصلنا اثنين أو ثلاثة من فريق إنجاد جزاهم الله خير مع الراعي نفسه، وقال أنا نازل من المكان ذا. توزعنا 8 أشخاص كل اثنين سوا، طبعا معنا أجهزة لاسلكية، واتجهنا وانتشرنا، وأخذنا أقل من ساعة إلا خوينا أبو عبد الله رشدان الله يجزاه خير يبشرنا بالجهاز. أبشروا بالرجال لقيته طيب وبخير والحمد لله. اللي هو هذا الفيديو اللي هو هذا. نعم. وكان في حالة يرثى لها، يعني كان تعبان مرة الرجال، حتى يوم جاهر خوينا ما قدر يتحرك. أوه. جالس على طيحته ما قدرت. كم كان له مفقود يا استاذ عايض؟ اخذ اكثر من 30 ساعه، لانه الليل اللي هو مشى فيه
واصبح عليها الصبح، وجاه الليل الثاني وجاه الصبح تقريبا الساعة 8 حصلناه. الله قدر له النجاة يعني. الحمد لله.